السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنوريكم طريقة العزل على السريع كده. الطريقة دي يا جماعة هتكون من أقوى الطرق في علاج العزل السطحي من المية والتسريبات. أهم حاجة عندنا إنك تنظف الأرضية كويس جدا. طبعا موجود في أماكن تانية كتير وشركات تانية كتير جدا. قوله بس عايز الشبك بتاع العزل أو الشاش بتاع العزل، بيتباع بالمتر. بتفرد زي كده تحت الشاش بالرولة بتاعتك خالص العادية خالص، ويفضل تجيب رولة اللي الشعر بتاعها كبير أو الشعر بتاعها طويل، تمام. طريقة الدهان زي ما أنا شغال كده بالظبط، بتفرد تقريبا متر وتدهن عليه، وبعد كده تحاول تشد الرول بتاعك تفرده بحيث إن ما يكونش فيه أماكن منفخة أو واخدة هواء. بص يا سيدي، شوف انا بشد ازاي طولي، وبعد كده بدهن عليها بنفس الطريقة. يلا مع بعض اهو بندهن معانا المتر. طيب العازل اللي انا شغال بيه اسمه روف بروتيكشن، تمام. طيب الطبقة الاولى يفضل انك تخفاها شوية، يعني ما تشتغلش بالطبقة الاولى تقيلة، يعني تخفاها تقريبا بنسبة مثلا 20%. يعني نقول هتحط، شفت عبوة البيبسي اللي هي 3 لتر، تفضيها على العبوة العازل ده مية، مش ما تفضيش بيبسي، تفضي مية، يعني العبوة فاضية، تمام. اما الطبقة التانية ان شاء الله بعد ما بتخلص بتشتغل بها صافي، شايفين بنفس الطريقة كده. لو زودت عن متر بمتر القماش ده او الشبك مش هتعرف تسويه. ركز معايا، يعني انا بقى اشتغل اللفة قدام اهي، بفرد يجي متر كده او متر الا ربع، بعد كده اشدها بايديا جامد كده بتتفرد خالص، بعد كده بديها طبقة هي اخرى من فوق، تمام. طيب انت تقدر لو المية عندك بتروح في الزوايا هتضطر انك تعمل حاجة اسمها رقبة ازازة، احنا كنا عاملينها في الفيديو اللي فات، تمام، الفيديو موجود. طبعا الطريقة اللي احنا شغلينها بيها دي اي نوع عازل مائي مطاطي. الطبقة التانية يا سيدي، الطبقة التانية مش هتنفع تشتغل عليها الا لما تجف خالص، يعني ممكن بعد 4 ساعات او تاني يوم مفيش اي مشكلة. لازم تقف برجليك كده على الطبقة وتشوف اللي هي رجليك تستحمل او المادة تستحمل اللي هي تشيلك. بعد كده الطبقة التانية يا سيدي بتدهن مباشر عكس الطبقة اللي انت عاملها، لو انت كنت شغال طول هتبدأ تدهن عرض، تمام. وما تنساش تعمل حسابك انك تدهن من داخل السطح لبره، بحيث انك ممنوع تدوس على اللي انت دهنه. لو دوست على جزء انت لسه دهنه قبل الجفاف خلاص هيقشر معاك حتى اللي تحت، فلازم ما تدوس خالص عليها، تمام. العازل المائي يا جماعة موجود في كل الشركات، يعني انا بوريك طريقة تقدر تستعمل او تستخدم اي نوع عازل تحبه وبراحتك، ودي طريقة العزل بنفسك تقدر تعملها في بيتك، مش محتاج اي حاجة. كان معكم اخوكم محمود الحلواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا عندنا اكتر من فيديو، وما تنساش تشترك بالقناة في رعاية الله.